طيب يا جماعة، هوندا اكسنت القزاز حقها ما يرفع ولا ينزل. ممكن البعض منكم يقول بسيط، ينحل. صاحب السيارة مر أكثر من ورشة وتعب، وللأسف ما توفقوا في حله. جاء عندنا فحص الذيب. فحصنا الذيب ذا الحين بيني وبينه تحدي. هو يقول باب السيارة هذا مغير. ما يبغى لها يا أبو فيصل. طيب نتصل على العميل. نتصل على العميل. بالله شوف اسمع. بس ترى يعني لو اشرح لك الموضوع بتقتنع بدون ما اتصل. اوكي اوكي يلا سوي لنا شرح ونتصل على العميل. بدون ما اتصل على العميل. حلو بس على عجاله ما نبغى نطول. طيب السيارة ما حصلت المخطط المطابق لها. حلو. فما ادري عشان الموديل يختلف عن الواقع ممكن سبب الى اخره. المهم انه جيت افحص الكهرباء. المفترض انه على الاقل واحد جراوند، ما حصلت جراوند ارضي يعني. ارضي ما حصلت. حلو. طابقت في الباب الثاني وجدت انه في ارضي. حلو. جيت هنا عشان احدد الارضي. مبدئيا تتوقع انه دائما الارضي في السيارات يكون ابيض بخط اسود او اسود، فبديت بهذا. ما لقيت فيه كهرباء نهائيا. ما لقيت فيه جراوند. ما لقيت فيه جراوند. اعطيته جراوند نزل القزاز وارتفع. بديت اتبع ليش ما في جراوند. ليش ما في جراوند؟ عادة انه بيجي من مسمار والا من علبة الفيوز. حلو. مزبوط. مشيت على السلك الاسود هذا ينقلب لونه من هنا، هنا اسود لكن في الطرف الثاني ازرق. حلو. يخش من هنا يطلع من هنا يوصل الى هنا، واصل لي الى المكان هذا ازرق. حلو. واحد اثنين ثلاثة وهو الرابع. حلو. خلاص. لما تجي من الجهة الثانية واحد اثنين والثالث الرابع ما في. يعني لو حطينا ارضي في الرابع اشتغل على طول. بسوي كوبري من هنا مثلا من الارضي هذا. الى هذا المكان. حلو. خلاص بتشتغل السيارة. اذا اذا يا الباب مغير يا الضفيرة الداخلية مغيرة، ولكن الارجح الارجح الباب. يعني ما حد بيغير الضفيرة. ما قال لك العميل الباب مغير؟ لا لا ما قال شيء. نتصل على العميل اذا طلع الباب مغير نرفع لك القبعة. هلا والله فيك. ازعجتك كثير معلش، دقينا عليك من الجوال الثاني ما رديت. لا لا امرني والله، بس انا الطاير وما انتبهت للجوال. اوه اعتذر. عموما سؤال بسيط، باب الاكسنت مغير؟ والله اني ما ادري، انا ترى توي مشتريها ما الا ثلاث ايام. شاري السياره زي ما هي؟ ايوه زي ما هي كذا. عموما صلحناها وطلع الباب مغير، الباب ما هو لها، فضفيرته تختلف وشغلنا القزاز. الله يبيض وجهك. تراني قاعد اسجل ويمكن انشر المقطع هذا، فهل تسمح لنا بذلك او لا؟ ويجمل حالك والله. انتم ما تصادف للامانه. ايش قد غيرت في الباب عشان يشتغل القزاز؟ والله انا ما غيرت شيء، الماكينه بس فكيتها. ولا والسويتشات حقت الباب. حلو حلو حلو. بس هذه اللي شيكت، بس قالوا احنا الضفيره وكذا، فقلنا مالها الا مركز التقنيه. يلا الله يبارك لك يا سيدي. دي واحده من الشغلات اللي دائما انبه عليها، تجي تشوف شكل السياره نفسه تقول 2011 12 13 14 15 16 نفس الباب، شيل من التشليح وركب، تطلع لك مشاكل من هذا النوع، لانه حتى لو كان شكل السياره واحد قد تختلف الضفائر والتوصيلات. احرص انك تشتري الشيء المطابق لسيارتك والافضل من الوكاله.